إن شاء الله إن شاء الله كلنا نعرف إنه نوصل حالنا نتوحد مع الواحد الأحد. هيدا مرشد شيخ ولي شو ما بدكم. مرته للملك بتحبه كتير، بيقول لي أنا بحبك ولا بتحبي لهيدا الشحاد الفقير المجول عايش هونيك. قلت له تعال معي، هلا بتروح معي لعندي بس يلا بيخد له هدية. أخد له مقص وراح كله مجوهرات وهيك، شافه بكوخ عيش وهيك. قال له أنا جايب لك هدية. قال له شو جبت؟ قال له مقص. قال له يا حبيبي أنت، أنا عندي مقص بدي إبرة ما بدي مقص. قال له اللي بده إبرة بده مقص. قال له أنا المقص اللي عندي غير هيدا اللي عندك. قال له هيدا كله ألماس ومجوهرات غالية وترفضه من الملك. قال له إيه أنت الملك وأنا الشحاد، بس أنا بدي إبرة إذا فيك تجيب لي. قال له لا شو بدك الإبرة؟ قال له الإبرة المص هو فكري كل الوقت بقص هيدا منيح هيدا مش منيح هيدا عاطي مش عاطي بحكم معي برجو ما يبقى عملي بدي إبرة تخيط كل شيء، تخيط الرحمن مع الرجمال، إنسان مع الأكوان، كلهم واحد موحد. هالسجادة الذهبية أي سجادة بتطلع فيها أي حصيرة موصولين ببعضهم، الملك والفقير والوزير والأمير والأول والأخير كلنا هيك موصولين. قال له ما بقى تعجب ليش مرتي بتحبك. أنا بحب مرتي بس ما فيني أعيش مثلك. قال له فيك تكون مثلي أنت بالقصر، فيك تكون مثلي أنت بالقبر. لعلي منا بالميل ولا بالمظاهر، العلم ما عندنا مظهر، المظاهر كلها بتموت. يكون مظهرنا كلنا من نور اللي ما بيموت. ياما في ناس عايشه بالقصور وقبور، وياما في ناس بالقبر احياء. الحبيب قبل ما مات قال خذوني على شهداء احد، راح شكرهم، انتم السابقون ونحن اللاحقون، وودعهم. فإذا مين الحي اللي فينا اللي على طول بيوصل معه إبرة وبيخيط كل الوقت؟ تتذكر وقت اللي رابعة ضيعت؟ نعم اسمعوا وبتحكوا ضيعت إبرة. قالوا لوين ضيعتيها؟ قالت لهم بالخيمة. إيه خيدتن ياخد النور على الخيمة الضوء. قالتن على الإبرة بتعرفوا وتفتشوا يلي مضيعينه منو برا لحوه جوا فوتوا لجوا. حلوة كتير رابعة يا حبيب قلبي يا عاشقة الله. لعلي مش بالخيمة ولا بالقصر، لعلي انه نحن عايشين اموات بقبر ومش عارفين انه اموات ومش عارفين انه احياء. نعم فينا نعرف وعرف لمن عرف.